أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة كاسباروف مدربك في الشطرنج. شعارنا دايما هو الدراسة مع المتعة، ولن نجد أمتع من دراسة أدوار كاسباروف. السلسلة دي عبارة عن مجموعة من أدوار كاسباروف، هنتعرف خلالها على مسيرة حياته في الشطرنج، وفي نفس الوقت هنتعلم من كل دور درس جديد. يعني مثلا في دور لاستغلال الأعمدة، ودور آخر هشرح المربعات القوية والضعيفة، ودور هنعرف إيه هو الفيل الجيد والفيل السيء، وكذلك دور للهجوم على الملك، وهكذا حتى نهاية هذه السلسلة. هحاول إني أبتعد عن التفريعات المعقدة والطويلة، ولكن هحاول دايما إني أشرح لك كل نقلة مهمة، وهدفي إنك تخرج بعد مشاهدة كل فيديو ومستواك قد ارتفع. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 6 من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج، والفيديو ده بعنوان الفيل الرحالة. كاسباروف بالأبيض بيلاعب جراند ماستر جافريكوف في بطولة الاتحاد السوفيتي 1981. إذا تذكرنا كاسباروف ببطولة واحدة فقد تكون هي هذه البطولة للاتحاد السوفيتي، واللي قدم فيها بعض من أفضل أدواره إثارة وبراعة، لقد أحرز في النهاية اللقب المرموق بطل الاتحاد السوفيتي بعشرة فوز واثنين خسارة وخمسة تعادل. ولكن النتيجة القوية دي مش هي كل شيء، لأن كاسباروف أظهر طريقة فريدة في اللعب طوال هذه البطولة، وده جعل عدة أدوار له بتدخل في قائمة أفضل 20 دور في تلك السنة. والدور اللي هنشوفه كان هو الجولة الأولى، وأظهر فيها مستوى ممكن نقول عليه إن هو واحد من أفضل أدواره على الإطلاق. الدور ده دور آخر من تفريع تاراش، ولكن استخدم فيه أسلوب فريد، فبواسطة عمود مفتوح في جناح الوزير قدم طريق سريع لقطعه لكي يعاد تجمعها لتقوم بهجوم مدمر في جناح الملك. والدور بكامله تميز باستراتيجية خلاقة وفعالة، وفي الحقيقة الدور ده هو أحد التحف الفنية لكاسباروف. يلا نشوف هذا الدور. برغم إن الأفيال هي القطع الوحيدة في الشطرنج اللي بتسير على مربعات من لون واحد، ولذلك فإن الأفيال بتتحرك فقط على نصف الرقعة، ولكن الفيل أيضا له مزايا، فهو يستطيع أن يتحرك لمسافات طويلة في نقلة واحدة، وبذلك تستطيع الأفيال التحول سريعا من أحد جوانب الرقعة إلى الجانب الآخر في خط مباشر، وده بيجعله سلاح مثالي في يد اللاعب المهاجم. الأفيال كذلك أداة ممتازة لإجبار الإضعافات في معسكر الخصم. الفيل اللي على الـ A8 بيهاجم بيدق الـ E4 وبيدفعه إلى التقدم للأمام، وفي تقدم البيدق للأمام بتظهر إضعافات في موقف الخصم على جوانب البيدق، واللاعب الجيد هو اللي يستطيع استغلال مثل هذه الإضعافات. على أي حال في الدور اللي هنشوفه الفيل هيقدم أداء ممتاز، وهيعبر الكثير من المسافات طوال الدور، وفي النهاية هيضحي نفسه باختياره على المربع G6، ولكن هذه التضحية هيكون لها تأثير رائع على نتيجة الدور. يلا نتابع هذا الفيل العجيب. كاسباروف بالأبيض ولعب D4 D5 C4 E6 Knight F3، وهنا الأسود لعب C5. بالنقلة دي الأسود اعتمد تشكيلة تعرف بدفاع تاراش في جنبية الوزير المرفوض. التفريع ده هيتحول فيما بعد إلى السلاح الرئيسي لكاسباروف بالأسود. جاريكوف قدم فكرة جديدة في هذا التفريع، وبالطبع قاومها كاسباروف وتغلب عليها، لكن فيما بعد كاسباروف طور فكرة جافريكوف واستخدمها في أدواره. والدور كمل CD5 ED5. كنتيجة لهذا التكسير الأبيض فيما بعد بيعزل بيدق دي الأسود بالأخذ على المربع C5، وتراش اكتشف قبل هذا الدور بمئة عام إن الوضع الخاص لهذا البيدق المعزول بيعطي تعويض كبير للأسود، اللي قواته ممكن تكمل تعبئتها بسهولة ويسر
رغم ان البيدق المعزول نفسه بيعتبر اضعاف في موقف الاسود. وكمل الدور جي 3، الابيض بيحاول يعبق فيلو عن طريق الفيونكة، وده افضل طريقة فعالة للتصويب على بيدق الدي 5 المعزول الضعيف. والاسود هنا لعب نايت سي 6. من المهم جدا ان الاسود يلعب النايت سي 6، لانه لو لعب اولا النايت اف 6 بتبقى نقلة سيئة، والابيض بيكمل ببيشوب جي 5 وبيربط الحصان، والربط ده بيكون ربط مزعج، ولذلك النايت اف 6 لازم تتأجل الى ان يلعب الاسود اولا النايت سي 6. والابيض كمل بيشوب جي 2، نايت اف 6، كسل، بيشوب اي 7، وكاسباروف لعب دي تيك سي 5، وتم عزل بيدق الدي 5. بيشوب تيك سي 5، وهنا كاسباروف لعب بيشوب جي 5 وربط الحصان على الوزير، والاسود كمل كسل نايت سي 3. ودلوقتي وصلنا الى احد اكثر التفريعات المشهورة لدفاع طراش التقليدي. الاسود بيتم تعبئة قطعه في سهولة، والاسود بعد قليل هيتم تعبئته النهائية لجميع القطع، رغم انه مازال بيعاني من اضعاف على البيدق دي 5 المعزول، ولكن رغم ذلك هذا البيدق بيسيطر على مربعين هامين، المربع اي 4 والمربع سي 4. وهنا جافريكوف لعب نقلته دي 4. النقلة دي بالطبع افضل من انه يلعب بيدق الدي 5 بنقلات سلبية زي البيشوب اي 6، والنقلة دي اقصى املها انها توصل لنهاية دور متعادلة، ولذلك بتعتبر انها في صالح الابيض الى حد كبير. ولذلك جافريكوف رفض ان يلعب البيشوب اي 6، انما لعب النقلة الشجاعة دي 4. ودلوقتي كاسباروف عليه ان يلعب بطريقة غير تقليدية، وبالفعل لعب بيشوب تيكس اف 6 طالب الوزير. الابيض بيضحي بفيلو امام الحصان المربوط، ولكن ليس هناك اي شيء افضل. لو الابيض مكسرش الفيل امام الحصان وتحرك بالحصان الى المربع اي 4، الاسود هيكمل ببساطة بيشوب اي 7، والموقف ليس صعبا بالنسبة للاسود. ولذلك كاسباروف ملعبش النايت اي 4، انما لعب بيشوب تيكس اف 6 كوين تيكس اف 6، وهنا كاسباروف لعب نايت دي 5 طالب الوزير، والاسود كمل كوين دي 8 طالب الحصان. لو الاسود ملعبش كوين دي 8، انما لعب بنفس الفكرة كوين دي 6 طالب الحصان ايضا، الابيض هيكمل ببساطة نايت دي 2، بيحمي الحصان بالفيل، وفي نفس الوقت بيناور بالوصول الى المربع سي 4 القوي مع تهديد الوزير. ولذلك الاسود ملعبش كوين دي 6، انما لعب كوين دي 8، وكاسباروف ايضا كمل بنايت دي 2. الموقف اللي وصلنا له حدث في مئات الادوار. البدء اللي على دي 4 رغم انه ضعيف، الا انه بيمارس دور في تقليص حركة بيدق الاي الابيض، اللي اصبح حاليا اضعف من بيدق الدي 4 المعزول. ومنطقيا يجب على الاسود ان يعمل ضد هذا البيدق بنقلات زي الروك اي 8، ومعاها نقلات زي البيشوب جي 4. لكن على اي حال جافريكوف كمل بالنقلة اي 6، والنقلة دي بتعتبر هي النقلة الضعيفة في الدور. وعلى اي حال بعد هذا الدور هذه النقلة اصبحت غير مطروقة ومرفوضة بالنسبة للاسود. كاسباروف كان مستعد لهذه النقلة، وقال انه حللها قبل هذا الدور، وكان مستعد لها بالنقلة الصحيحة وهي روك سي 1. الرخ هيجبر الفيل على التراجع، لكن الهدف هو الضغط المتزايد على مربع السي 6 اللي هنشوف انه هيكون مفتاح الفوز في هذا الدور. على اي حال الاسود كمل بيشوب اي 7، والابيض رد بنايت سي 4، وكمل الدور روك بي 8. النقلة دي بترفع الخطورة من الوتر اتش 1 اي 8، لكن امام النقلة نايت سي 4 كان المهم على الاسود تدعيم المربع سي 6 وليس المربع بي 7. يعني كان على الاسود بدل ما يلعب الروك بي 8 يلعب نقلة زي البيشوب اي 6، وفيما بعد يلعب الروك سي 8 لتدعيم المربع سي 6. ولكن على اي حال الاسود لعب الروك بي 8، وهنا كاسباروف لعب نايت اف 4. كاسباروف اصبحت له الافضلية، الحصانين في مواقف رائعة، والفيل الابيض بيسيطر على الوتر الطويل، بينما الاسود متأخر في التعبئة، وكذلك القطع السوداء بتحتل مواقف دفاعية. ولذلك الاسود لعب هنا بي 5 بيحاول يطرد الحصان،
ولكن النقلة دي نقلة ضعيفة وسببت إضعاف خطير على المربع C6 اللي استغله كاسباروف فورا، وكان ده هو السبب الرئيسي في فوزه بالدور. وكاسباروف أجاب بالنقلة الرائعة نايت D6. الأبيض حرك حصانه إلى مربع ممكن إن هو يتاخد ببساطة بالوزير، ولكن الأبيض في نفس الوقت بيستثمر الإضعاف الخطير اللي على المربع C6 اللي حاليا أصبح تحت الهجوم بالرخ والفيل. على أي حال الأسود كمل بكوين تيكس D6، ودي نقلة سيئة في موقف سيء. على أي حال لو الأسود ملعبش كوين تيكس D6 ولعب النقلة نايت E5، الأبيض هيكمل ببساطة نايت تيك C8، روك تيك C8، روك C8، كوين C8، ولحد هنا الأسود لا يبدو سيئا، لكن الأبيض هنا هيلعب النقلة القوية كوين B1، والوزير بدأ يصوب على المربع H7، وفي نفس الوقت ممكن يحتل مربعات زي الـ E4 أو الـ F5 فيما بعد، وكذلك الأبيض بيهدد بالنقلة القوية روك C1 وبيهدد الوزير، والأبيض هيوصل إلى تفوق حاسم في الدور. على أي حال الأسود ملعبش النايت E5 إنما لعب كوين D6، وكاسباروف كمل روك تيك C6 طالب الوزير، والوزير تراجع للمربع D8، والأبيض كمل بنقلته القوية كوين C2. الوزير بيدعم الرخ وبيصوب أيضا على المربع H7، وده مربع الكش مات المفترض، وفي نفس الوقت الأبيض بيقيد الفيل ذو المربعات البيضاء اللي لو اتحرك هيسقط البيضة E6، ولذلك الأسود لعب A5، ودلوقتي الفيل يمكنه التعبئة بدون أن يسقط بيضة الـ A6، لكن الأبيض كمل في نقلته القوية ولعب روك C1، والأسود كمل بروك E8. الأبيض حاليا اكتسح الموقف وسيطر بشراسة على العمود C اللي هيستغله زي ما هنشوف في تجميع قواته ونقلها إلى جناح الملك، بينما كل قطع السوداء موجودة على الخط الخلفي، والمسرح أصبح مهيأ لبعض الأحداث الخلاقة اللي هيقوم بيها كاسباروف لكي يؤمن تفوقه ويترجمه إلى هجوم حاسم. وبالفعل كاسباروف لعب النقلة المفتاح بيشوب D5. الفيل بدأ رحلته المذهلة وهو حاليا بيتخذ هدف مؤقت البيضة اللي على الـ F7، ولكنه حاليا بيسيطر على الوتر A2G8 بعد ما سيطر طويلا على الوتر H1A8، والأسود كمل بيشوب D6. لو الأسود ملعبش البيشوب B6 ولعب النقلة المغرية بيشوب B7 اللي بتهدد الرخ ومن وراه بتكسر الفيل المشاغب، الأبيض هيكمل بالتضحية الهائلة بيشوب تيكس F7 تشيك، وبعد كينج تيكس F7 روك C7 تشيك روك E7 كوين B3 تشيك كينج F8. لو الملك ما راحش للمربع F8 وراح للمربع F6، الأبيض هيكمل ببساطة روك C6 تشيك، وبعد بيشوب تيكس C6 روك تيكس C6 تشيك. الملك لازم يتقدم إلى معسكر الأبيض حيث سيتلقى الكش مات عاجلا أو آجلا، ولذلك الأسود مش هيلعب الكينج F6 إنما هيلعب الكينج F8، وأيضا هنا الأبيض هيفوز بعد نايت E6 تشيك بشوكة للملك والوزير، والأسود مجبر على لعب روك تيكس E6، والأبيض بيكمل كوين تيكس E6، وموقف الأسود بدون أمل. ربما أفضل نقلة للأسود بدل ما يلعب البيشوب B6 هي النقلة D3 اللي هتفتح على الأقل بعض الخطوط أمام قطع الأسود، وعلى أي حال البيض هو ثمن قليل يمكن دفعه لإنقاذ الدور اللي كان في حالة فوضى. على أي حال الأسود ملعبش D3 إنما لعب البيشوب B6، وكاسباروف كمل في نقلته القوية بكوين B3 وبيكثف الضغط على المربع F7، وكذلك بيهدد البيضة الضعيف اللي على الـ B5، والأسود دافع عن بيضة الـ F7 بروك E7، وهنا كاسباروف كمل في رحلة الفيل ببيشوب F3 نقلة قوية. كاسباروف هيحول الفيل إلى المربع H5 لكي يحافظ على الضغط المتزايد على مربع F7، والأسود كمل روك E5 بيشوب H5، وهنا الأسود لعب G6 وبيحاول يطرد الفيل. بيضة G6 محمي ببيضتين، منهم بيضة الـ F7 مربوط على الملك،
ولا يبقى غير بيدا ال H7، ولذلك كاسباروف قام بتضحيته الهائلة بشوبتكس G6. التضحية دي هي مثال نموذجي للتكوينات المعروفة باسم تدمير الموانع الدفاعية، والخطة اللي بدأها كاسباروف دي خطة عميقة جدا وبتستغرق حوالي 10 نقلات، ولابد ان كاسباروف كان بيفكر فيها بدءا من نقلته بشوب D5. على اي حال كمل الدور HG6 والابيض كمل روك تيكس G6 تشيك. الرخ بالطبع مش ممكن يتاخد عشان البيدق مربوط على الملك، والاسود كمل كينج F8، وهنا كاسباروف استمر في نقلاته العميقة الرائعة روك H6. الابيض بيهدد بروك H8 وبيفوز بالوزير، ولذلك الاسود لعب كينج E7، وكاسباروف استعمل العمود C في تجميع القطع ولعب روك C6. ودلوقتي الرخين بمعاومة الحصان والوزير بينصبوا شبكهم حول الملك الاسود، والاسود كمل بروك F5، وكاسباروف كمل في نقلاته القوية ولعب كوين F3 بالتهديد كوين E4 تشيك، والاسود كمل ببيشوب C7، وكاسباروف كمل بكوين E4 تشيك، والاسود دافع بروك E5. ودلوقتي كاسباروف وضع الرتوش النهائية على خطته بنايت G6 تشيك. تضحية أخرى قوية هدفها فتح الصف السابع. الحصان بيهدد الملك والرخ، ولذلك الأسود مضطر للعب F takes G6، وكاسباروف كمل روك H7 تشيك، كينج F8، وجاءت الضربة الأخيرة Queen takes G6، وأطبق الرخين مع الوزير على الملك الأسود وأجبر الأسود على التسليم. أرجو أننا نكون راقبنا الفيل في تحركاته، وراقبنا إزاي كاسباروف استغل العمود C لتجميع قواته لكي يصل إلى التكوينة العميقة اللي بدأها بيشوب تيكس G6. وأرجو أنك تكون استفدت من هذا الفيديو، وإلى اللقاء مع رائعة أخرى من روائع كاسباروف من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.